صباح الخير. مش وقتها البلد دخل بأجواء الانتخابات وما حدا فاضي للمطالب النقابية والعملية ولا للأساتذة أو المياومين. إقرار موازنة 2018 بالوقت المستقطع وعلى نار حامية، وكل الملفات الباقية مؤجلة. من اليوم ورايح الكل بيحكي انتخابات. المعركة انطلقت، الثنائي الشيعي سمى مرشحينه، وباقي الأحزاب دخلوا مرحلة الغربلة لتبدأ مرحلة الحسم الأخيرة مع التحالفات لركوب القطار السريع باتجاه ساحة النجمة. انتخابات نيابية وأزمات اقتصادية موروثة، ومع زحمة السير وقطعة الكهرباء والمي ما عاد أمام المواطن إلا اللجوء للمواد المهدئة والتدخين. فرغم الإعلانات وتحذيرات وزارة الصحة بأنه التدخين بيقتل، إلا أنه نسبة المدخنين ما انخفضت. دورها دور دور، فرغم أضرارها الصحية والبيئية بيتمسك الكتار بإعادة التدخين. سيجارة أو أرجيلة مش مهم، المهم انفخ عليها تنجلي. وبيبقى التدخين آفة وإدمان، والإقلاع عن هالعادة مش سهل. تقرير بيلقي الضوء مع الزميلة رويدة الصفدي، منتابعه هلأ. عبوا رياتي مي، ضيعت، أخذوني على المستشفى، اشتغلوا فيي لردوني على البيت ومشي الحال. قال بدك تدخن بهاي الكترونية على البطارية، ودخنت من طر الفيلمون. رحلة الدخان بتبدأ دلع وبتنتهي ولع فإدمان. من هون بتنطلق رحلة صحية أخرى، وضعت كتار أمام الأمر الواقع فأقلعوا عن الدخان ولو على مضض. هيدي حكاية الناس مع السيجارة. عمر بدنا يعيشوا بالتدخين، بالتحشيش، بالسكر، باللادة، بدنا يعيشوا إلو عمر بدي يعيش، واللي عند الله ما بقى عند العبد. سرقة؟ لا، بتعطيني 7 سجير مرتي. هذا الحكيم من يعني 7 شربت سيجارة اليوم. إيه ما بتعطيني 8، كنت أشرب 2، بس 7 بالمخفي بشربون. 60 سنة شربت بدون ما يعرف بي، بدون قدام بي. إذا الشباب شرب ما بشرب، أنا بعلك صغير بتخاف من أبوك، لا ما بفهم، بس ما بدي أشرب. طالما قدام مني عم يشبوا حالهم لما دقوا السيجارة وتعلقوا فيه، لسه شو أنا أسب حالي بعدين؟ لا بالعكس، بنزعج إذا حدا مدخن سيجارة وأنا لا. إذا حدا شعل سيجارة قدام مني وما ضيفني بخيلها. معي بالجزدان قد 3000 ليرة، أهم شيء يكون معي دخان للبيت. ما بسأل شو في أكل. أهم شيء الدخان موجود بالبيت. هيك الدخان بينسينا، وهذا الصديق الوفي. هذا مايك صاحبي موتك على مراحل، بس هذا الصديق الوفي. اضرب لك سيجارة ما فيها خسارة، خليك عم تضحك وتمزح تشوف الحضارة. اضرب لك سيجارة ما فيها خسارة، خليك عم ما بيخلى بيت من دون مدخن. إذا مش سيجارة أكيد في أرجيلة. نو سموكينج. ليه؟ ما عامل عملية قلب مفتوح، بدك ياني دخين؟ بدك تضليني يعني؟ مرتي والله بتعمل أرجيلة، أنا ما بدخنش. أنا مرة مرزت منها عشان مدى صار صدري كله تعبى كله. بخنيها أبدا يا عمي، ما تدخني أرجيلة كمان. دخل كل يوم بقول له اطلع برا على البلكون، اقعدي برا. شو بدي أعمل؟ أعمل حملة ضد التدخين. حاطت بالبيت كاتب ورقة صغيرة ومبروزة، زيارتك تسرنا وتدخينك يضرنا، بس ما حدا برد، بيقلبوها وبدخنوا. يعني حتى ببيتي ولادي ما عم بقدر امنعهم. 50 سنة بدخين. بعد 50 سنة رحت عند الحكيم ضربوا رياتي، يعني بعد 4 أشهر من ضربوا رياتي وقفت لوحدي، ما حدا قال لي. كل انسان حر، اللي بيحب ينتحر ويدخن هو حر، بيأثر عمره وبينزع قلبه وبينزع رياته. قلبي مولع بالتدخين، صعب بطل هالعادة، دم بيجري النيكوتين وكل لحظة بحب زيادة. قلبي مولع بالتدخين، صعب بطل هالعادة، دم بيجري النيكوتين وكل لحظة بحب زيادة. اقتصاديا مليار
مليارات الدولارات تصرف سنويا على الدخان بكل أنواعه. أما بالنسبة للمدخنين فهل بيفرق عندهم غلى الأسعار؟ جايبة هلا كله رايح، ما في شيء باقي. مصروف عادي يعني، منا هالنفس الارجيلي ما حنغص فيه يعني، منوفر بشي منحط بشي. هلا اي ولد عم بيشتري علبة دخان رخيصة؟ صحن كنا نعبي صحن من شكله مشان اذا اجوا ضيوف يشربوا. هلا لا كسر كل واحد حامل علبة. انا بسمع القهوة ماني مدخنة يعني، عرفتي اذا شربت فنجان قهوة بدخن شوي. للاسف ما في برامج توجيهية كافية لا قضية التدخين ولا غير التدخين. إذا واحد قدران يوقفها لازم يوقفها، مش كرامة المصروف كرامة صحته يعني. أقوى عصا لما تكون قدامك علبة قبل ما تغلى وما تجيبهاش. أقوى عصا كل ما تيجي تدخن منها تضرب تدوي ما تعملهاش. ولإنك شارب واحدة مستخسر تشرب تاني، لو خلصت منك علبة هتعيش أسبوع بتعاني. أقوى عزاء. ننتقل إلى طرابلس، وضمن فعاليات طرابلس تكرم أمسية تكريمية للشاعر الراحل نزار قباني بمركز الصفد الثقافي بعاصمة الشمال. هالأمسية ضمنت حلقات شعرية وغنائية من قصائد المكرم، أحياها عدد من الشعراء والفنانين. تقرير بالإضواء. أيها الناس، لقد أصبحت سلطانا عليكم. أيها الناس، أيها الناس، لقد أصبحت سلطانا عليكم. فاكسروا أصنامكم بعد ضلال واعبدون. هو شاعر الحب اللي امتلأت قصائده بالرومانسية والحنين، تخصص بجمال المرأة فدخل قلوب محبيه دون استئذان، امتلك رؤية وإحساس حكى من خلالها المرأة الوطن والمعاناة. أحب دمشق حتى أصبحت جسد الأم اللي اقتحم من خلاله مملكة الشعر المرهف. وبشهر الحب وشهر ميلاد شاعر المرأة، أراد مركز الصفد الثقافي بطرابلس تكريم الشاعر الكبير نزار قباني. نبايع أربابنا في الصباح ونأكلهم حين تأتي العشاء. كثير رائع، كل شيء كثير كثير حلو، جو بجنن. الناس كثير عطشانة إنه يصير في حفلات دائما مثل حفلات الحلوة. يعني هذه طرابلس، هي أجواء طرابلس الحلوة، ثقافة وفن وشعر. روعة، رائع رائع. اسمعوني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات، يسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات، يأخذني من تحت ذراعي. نزار قباني هو مجموعة شعراء، منو شاعر. أكرم المرأة وعطاها يعني مثل بقول هي شعارة بأنوثتها بوجودها. ناس أعمالهم اللي بتبقى وهن ما بيموتوا أبدا، ما شي يجي مثله على الكرة الأرضية. أكيد لازم يتكرم، ومن زمان حتى يعني مش هلأ يعني. قالت يا ولدي لا تحزن، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. تم التكريم ضمن احتفالية ضمت حلقة شعرية حوارية مع الوزير السابق رشيد درباس والشاعر جيرمانوس جيرمانوس شوقي ساسين وبحضور الفنان معين شريف. فاستذكر الحضور أجمل القصائد والأغنيات، إضافة إلى وثائقي لخص مسيرة الشاعر الكبير نزار قباني.
احنا هذا شهر شباط وشهر معروف بقلبه عيد فالنتاين اللي هو عيد الحب، ونزار بكره عيد ميلاده، فنحن اعتبرنا انه ما في حدا احلى منه بهذا الشهر نكرمه ونرجع العالم بحاجه للحب. وفعلا هيدي الامسيه دافيه وفيها من الدفى الكثير اللي خلينا كلياتنا واقفين فاتحينها اول مره بنفتح باب مسرحنا لبرا، العالم واقفه برا ومبسوطه وما حدا راح. ما في احلى من الحب، ونزار القباني يعني هو اكثر شيء جسد فهم المرأة من بين الشعراء أكثر شيء، يعني دقرة وحس فيها وكتب بلسانها حتى. كل القصايد اللي تغنت لنزار بعتقد بعدها عايشة لهلأ، من أيام نجاة لأم كلثوم لكاظم، يعني أغلب الأغاني اللي غناها كاظم من كلمات نزار بعدها عايشة لهلأ، فما بفتكر عمل الغنية أو قصيدة تغنت وانتسد. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان، لم أعرف أبدا أن الدمع هو الإنسان، أن الإنسان بلا حزن ذكرى إنسان.